للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد الأستاذ عماد حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، أهلا بحضرتك. وبعد التحية، لقاء الزعيمين اليوم تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي وأيضا الأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية. برأي حضرتك، كيف يمكن أن يقود البلدان العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. بطبيعة الحال مصر والإمارات من الدول يعني الفاعلة بقوة في مشهد السياسي العربي. البلدان ومعهم المملكة العربية السعودية تقريبا من أهم الدول اللي هم بيلعبوا دور مهم العمل العربي المشترك في السنوات الأخيرة. علاقات البلدين علاقات متميزة وذات جذور، ونعلم جميعا أن الإمارات كانت واحدة من الدول الداعمة بقوة لمصر عقب ثورة 30 يوليو. كانت هي والسعودية الدولتان الأساسيتان اللتان دعمتا الثورة المصرية، وبعد ذلك كان هناك تعاون اقتصادي وسياسي على أعلى مستوى، وظل هذا التعاون والتنسيق بصورة واضحة. وأظن أن تبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمد بن زايد لا يمر يمكن 6 شهور إلا وهناك قمة، وربما أقل من هذا الوقت. فبالتالي التنسيق بين البلدين بيكتسب أهمية كبرى، خصوصا في ظل نعلم جميعا أن المنطقة أولا يعني على المستوى الثنائي العلاقات الثنائية متميزة، التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستثماري. نمرة 2 التحديات المتعلقة به، على سبيل المثال هناك ملامح اتفاق نووي إيراني غرب خلال أيام أو أسابيع، وده ربما شكل ومضمونه يؤثر على المنطقة في السنوات المقبلة. هناك القضية الفلسطينية، هناك التداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والصراع الغربي الروسي وتأثير ده على المنطقة وعلى العالم بأكمله. وبالتالي كل هذه الأمور أنا أظن بتكون محل تبادل وتشاور بين الزعيمين الكبيرين. نعم أستاذ عماد، يمكن علق على آخر كلمة من كلام حضرتك وهو الاتفاق النووي الإيراني. يعني في أي الاتجاه يعني ننتظر؟ هل يعني فشل الاتفاق أو نجاح الاتفاق؟ حتى هذه اللحظة التقارير الصادرة والتسريبات من بين أو من الولايات المتحدة أو من الأماكن التي يدور فيها التسريبات أو حتى من موسكو، نعم، هناك تقديرات أن الطرفين وصل إلى ما يشبه الاتفاق. هما الطرفين. إذن الأيام القادمة سوف تجيب، نعم، على هذا السؤال. نعم. نرجع مرة أخرى إلى العلاقات بين مصر والإمارات التي شهدت تطور كبير وتطور نوعي في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية وغيرها خلال الفترة الأخيرة. من وجهة نظرك كيف يمكن البناء على ذلك؟ البناء عليها بتعميق التعاون. هناك مصريين كثيرين يعملون في الامارات المتحده، هناك استثمارات اماراتيه كبرى في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات كبرى في مصر، وبالتالي ده بيصب في مصلحه الاقتصاد المصري. هناك يعني فرصه مهمه جدا لمزيد من هذه الاستثمارات. الامارات العربيه وبقيه دول الخليج تلقت الكثير من الفوائض البتروليه بسبب ارتفاع اسعار البترول بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي يمكن بمزيد من التعاون والتباحث والنقاش تعميق ضخ المزيد من الاستثمارات الإماراتية والخليجية في مصر، بما يعود بالنفع على البلدين والطرفين. وده شيء في غاية الأهمية بالنظر إلى يعني التطورات الاقتصادية والتحديات من ركود اقتصادي عالمي مصحوبا بتضخم. نعم أخيرا أستاذ عماد، يعني يمكن نتابع دائما تبادل الزيارات بين الزعيمين السيسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يعني لمصر وللإمارات. كيف تنظر إلى تبادل هذه الزيارات والحفاوة في الاستقبال؟ هي إشارة مهمة جدا على أن علاقات البلدين علاقات جيدة متينة قوية، تنسيق السياسي على أعلى المستويات. هذه الإشارة الأساسية، وبالتالي نتمنى أن يكون هناك المزيد من التنسيق العربي ليس فقط بين مصر والإمارات ولكن بين كل الدول العربية، لأن المنطقة العربية عانت كثيرا بسبب الفرقة والانقسام والتطاحن والصراعات الإقليمية
الطائفية والمذهبية والعرقية، ودفعنا ثمنا غاليا في المنطقة العربية. كل لقاء عربي عربي مشترك هو يعني بيسد ثغرة في جدار الأمن القومي العربي الذي نتمناه قويا وأن يعود بصورة أفضل عما هو موجود حاليا. شكرا جزيلا لحضرتك السيد الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.